السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة وائل العبيدي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات الهجرة إلى كندا. قبل أن نغوص في الشرح، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد أخبار الهجرة، اللجوء والدراسة في كندا. اليوم سوف نتحدث عن أفضل 3 طرق للحصول على الجنسية الكندية. كي تكمل عملية الحصول على الجنسية الكندية، عليك التأكد من القيام بالخطوات بشكل جيد. عليك أولا أن تعيش في كندا لمدة 3 إلى 4 سنوات. التقدم بطلب للحصول على الجنسية، الخضوع للاختبار، ثم عليك طبعا أداء القسم، وبعد اكتمال ذلك ستتلقى شهادة الجنسية الكندية الخاصة بك عبر البريد. ويعتبر الجزء الأصعب من هذه العملية هو الحصول على الإقامة الدائمة. لحسن الحظ يوجد موقع Immigration Direct كي يساعد المهاجرين على القيام بهذه العمليات الحصول طبعا على الجنسية الكندية. سوف تجدون طبعا رابط الموقع في صندوق الوصف. إن المواطنة لا تسمح للشخص الحاصل عليها العيش أو العمل فقط في كندا، بل أيضا تسمح له بالتصويت والمشاركة في العملية الديمقراطية. يوجد 3 طرق شائعة للحصول على الإقامة الدائمة في كندا، إما من خلال الزواج أو ضمن برنامج العمال المهرة الفيدرالي أو كطالب من أجل الدراسة. الإقامة من خلال الزوج. إن كنت متزوجا أو متزوجة من مواطنة أو مواطن كندي أو مقيم دائم، يصبح من السهل الحصول على الإقامة الدائمة، حيث تؤمن كندا بأهمية الحفاظ على تماسك الأسرة. لذا إن أثبتت بالفعل أنك ملتزم بعيش حياتك مع شخص ما لتكوين أسرة وإنجاب الأطفال، فإن كندا مهتمة جدا بأن تعيش أنت وأسرتك معا داخل حدودها. وإن فكرت في الاحتيال في الهجرة، فتعتبر هذه جريمة خطيرة للغاية، كما أن مسؤولي الهجرة يشعرون بالقلق الشديد من الزيجات الاتفاقية، وهي نوع من الاحتيال حيث يقرر فيها شخصين أن يتزوجا بشكل شكلي من أجل الحصول على أوراق الإقامة الدائمة، ومن ثم يتم الانفصال وتبادل المال. وإن علمت الحكومة الكندية بهذا النوع من الاحتيال، فإنها لن تتسامح وسوف تلغي كل المزايا لهؤلاء الأشخاص. النوع الثاني هو برنامج العمال المهرة الفيدرالي. سوف يحظى هذا البرنامج الذي قدم تجديده مؤخرا بشعبية كبيرة في العام المقبل بسبب الدعم الهائل من الأقاليم التي تحتاج وبشدة للكثير من العمال المهرة من أجل الدخول إلى أراضيها، كما يمكن العمال المهرة من البلدان الأخرى التقدم بهذا البرنامج والاستقرار على الفور من خلال الإقامة الدائمة. طبعا لمعرفة المزيد التفاصيل عن هذا البرنامج يمكنكم زيارة موقع وزارة الهجرة الكندية. الإقامة الدائمة من خلال تأشيرة الطالب. يوجد في كندا أفضل المدارس والجامعات، وهذا ما يجعل الكثيرون يرغبون في الهجرة إليها بغرض التعليم. وتسمح كندا طبعا للمهاجرين الذين درسوا في الجامعات الكندية وعملوا في الشركات الكندية لمدة معينة الحصول على الإقامة الدائمة في نهاية المطاف، الحصول على الجنسية الكندية. طبعا أنا شرحت في فيديو سابق يمكنكم مشاهدته كيفية الحصول على فيزا الدراسة واختيار تخصصك لدراسته في كندا. طبعا في قناتي شرحت العديد من البرامج الأخرى، عليكم بالاطلاع عليها ومعرفة كافة التفاصيل. وصلنا إلى نهاية الحلقة، أتمنى أن تنال رضاكم وإعجابكم وأنكم استفدتم منها. لا تنسى لايك للفيديو ومشاركته مع أصدقائك. مرحبا بجميع تعليقاتكم وتساؤلاتكم واستفساراتكم. للمزيد من المعلومات حول الهجرة، أهلا وسهلا بكم في قناتي على اليوتيوب وموقعي
إلكتروني على رابط في وصف الفيديو طبعا. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.